كلام كتير على جوزيه مورينيو. كابتن عبد الستار، يعني وقفنا عند المقاولين ورجعت من مع المنتخب من لاعب هاوي الى لاعب محترف، والاهلي بدا ان هو يتكلم معاك بالظبط، وبدا يعني حضرتك تفكر وتقول همضي ولا اروح الاهلي؟ ساعتها النادي المقاولين بقى عرض عروض بقى، طبعا كان في معايا لعيبه كتير قوي طبعا. سني مضى عقود تمام، انا من كان من ما ينفعش دلوقتي ايه ان انا درجه اولى، لازم يبقى في عقد. وانا لعيب هاوي من حال ان انا اسافر بره مظبوط، فري ما فيش اي حاجه. اللاعب اللي بعد 18 سنه بالزبط. بيكون ماضي على استمارات هاوي بيحق له ان هو يسافر بدون بالزبط. اي مشكله بالظبط كده. وانا ساعتها كنت في اللحظه دي ان انا لعيب هاوي، راح ابتدى نادي المقاولين يعمل بقى ايه مفاوضات، انا هتعمل عقد معانا 5 سنين. والنادي الاهلي ساعتها ايه كان باشمهندس عادل القيعي كان جاي النادي الاهلي، النادي المقاولين كان جاي بيتكلم على مين؟ على نخله، احمد نخله، فاكر نخله؟ طبعا. وسمير كمونه، ورحت كلمت باشمهندس قلت له عايز اروح النادي الاهلي. يعني حضرتك اللي رحت قلت له؟ قال لي احنا عايزينها بس مش هينفع اطلب ثلاثه. قلت له اتصرف، انا عايز ارجع وانا من حقي. قال لي انا عارف واحنا عايزينك بس ما ايه ما ينفعش، انا جاي النخله وكمونه. المهم قلت له طيب انا عايز اروح النادي الاهلي. قال لي طب انا اشوف كده واكلمك بس. ورحت طبعا، راح مكلمني تاني يوم، كلم كابتن صالح الله يرحمه، قال لي كابتن صالح عايزك. كابتن صالح سليم، كابتن صالح سليم عرض الامر عليه. كابتن صالح قال طبعا. رحت المكتب عند الكابتن صالح في حاجه يعني بص طبعًا. يعني رحت النادي الاهلي الله يرحمه، ورحت النادي الاهلي والمكتب بقى بتاعه وقاعد بقى في النادي. يعني يعني يا كابتن عدلي او باشمهندس عدلي كان جاي ياخد 2 لعيبه وحضرتك جيت قلت له بالظبط، وكابتن صالح طلع بيقعد مع حضرتك. طلب قال له لا عبد الستار يا ريت، يعني يا كابتن صالح باشمهندس عدلي قال له عبد الستار لعيب هاوي من حقه، قال له لا عبد يا ريت يبقى موجود، ده يعني يبقى اضافه جامده وده حاجه جميله جدا طبعا. بس كابتن صالح راح قال لي طب عبد الستار راح باشمهندس عادل قال لي كابتن صالح عايزك في الايه في النادي وتعالى. ورحت كابتن صالح قعد معايا بقى، كان بيتكلم بقى بيقول لي انت حاجه كابتن صالح بقى طبعا. يعني قلت له قال لي انت لعيب كبير، لعيب كويس قوي حاجه، واحنا شفناك في الفتره بتاعه المنتخب واحنا يعني نفسنا تلعب النادي الاهلي. قلت له يا كابتن يعني ده انا شرف يا كابتن، ده انا مش مصدق ان انا قاعد معاك يا كابتن، يعني ده انا نفسي العب النادي اللي حضرتك يعني لعبت. قال لي لا انت لعيب كبير وانت يعني صراحه وكمان انت اسلوب النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي والادب بتاع يعني في حاجه كده قالها لي كتير قوي، وبدا يحط لك خطه ازاي تنتقل للنادي الاهلي. يعني هو بيتكلم كده، كان باشمهندس عادلي قاعد جنبه على طول، كان بيتكلم قال له طب باشمهندس عادلي يعني دلوقتي هنعمل ايه؟ الوضع ازاي؟ قال له هو لعيب هاوي، قال له خلاص يعني نودي ايه السعوديه. فاكر انت طبعا السعوديه. قال له كابتن باشمهندس عادلي قال له عشان الموضوع السعوديه بقى مش يعني كله دلوقتي السعوديه ركز معاه. قال له خلاص انا اوديه النمسا. كان ساعتها كابتن صالح سليم كان بيلعب في ايه في النمسا، كان مسمينه المايسترو. وبعدين الكابتن محمود ابو الدهب كان لسه منتقل ايوه الى نفس النادي. فكانت علاقه كابتن صالح ورئيس نادي كانت جامده جدا، كانت كويسه جدا، كان معاهم الحاج محمد ابو وهاب صح مظبوط. يعني هم الايه اللي فهو كلم كلم لحضرتك رئيس نادي تيرول وجابهم مصر قال لهم اللاعب ده، قال لهم بص راح كابتن صالح قال لهم اللاعب ده لاعب هاوي، انا مش عايز اللي ايه اللي يقعد الفتره دي يبقى ايه معاكم وبعد كده ايه يرجع للنادي الاهلي 6 شهور، وادي الشيك اللي هي مجرد الاقامه واللي ان هو رايح مجرد معايا بس ايه يكون موجود معاكم في الدوري. وفعلا رحت هناك واخد تاني يوم رحت مسافر، رحت النادي ترول طلع لي قناه. النادي المقاولين كنت هتفاجئ ولا حضرتك كنت لا فاجئ؟ ده قالوا لي انا هربت ووقف غير مسمى، وقف كده اجر غير مسمى وحاجات يعني كتير قوي ودوشه. يعني طبعا ساعتها كان ساعتها ماسك المنتخب بقى يعني بعد مشي كرول اللي مسك المنتخب الاول كابتن جوهري. قلت له يا كابتن حصل كذا، قال لي الله يرحمه قال لي مالكش دعوه كمل في طريقك مالكش دعوه. وانا رحت لا وبعدين انا احكي لك كمان قبل ما اسافر قال لي عد عليا في الايه في البيت عشان عايز ادي لك حاجه تاخدها معاك. راح النمسا بقى
وفعلا عديت على الكابتن جوهري قلت له يا كابتن هيحصل لي النادي المقاولين عايز يوقفني وبتاع، قال لي انا مالكش دعوه بالموضوع ده خالص كمل وركز. راح اداني شنطه لغايه دلوقتي الشنطه بتاعته موجوده معايا، شنطه فيها شمسيه وبالطو وجزمه بوت كده. جميل جميل كابتن الحاجات جوهري دي كلها كابتن جوهري الله يرحمه. جميل. يعني موجوده لغايه دلوقتي معايا في البيت. خايف عليك يا كابتن؟ خايف عليك؟ قلت له يا كابتن، قلت له يا كابتن البلطو صغير، قال لي انت هناك الجو برد انت هتكش. قلت له يا كابتن صغير، قال لي يا ابني هتكش هيجي على مقاسك ما تقلقش الجو برد هناك. بس ساعتها كان قال لي الجو تلج هناك وفعلا يعني. وسافرت يا كابتن؟ كل شويه اكلم الكابتن جوهري. المهم رحت هناك في الفتره دي لقيت محمود ابو الدهب. اول ما شافني طبعا يعني كان مبسوط جدا وقال لي حد مصري يهون عليه الغرب اللي كان بس قبل ما اروح كان في طبعا في في الاندر يعني في الصحافه هناك بقى بيقولوا لعيب مصري جاي صبري بقى فاهم هو ايه مش عارف مين في نادي ترول. بس لما روحت هناك بقى اللي استغرب بقى ولقاني بقى موجود في الفرقه وعملت انترفيو كل حاجه تمام ما فيش مشكله خالص. بس انا مجرد فتره وراجع تاني. ساعتها في الفتره دي نادي ترول ماشي بشكل وحش قوي وحش، ورئيس النادي طبعا عارف ان انا راجع تاني والمدير الفني. المهم في اخر ثلاث ماتشات بالظبط راح الجماهير، انا في التمرين بنزل مش دماغي بنزل اروح مرقصهم اقعد ارقص 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 وبتاع والحاجات اقعد بقى تكباري وبتاع واقعد اعمل اللي انا عايزه. الجماهير مبسوطه مستغربه ازاي ده موجود ما بيلعبش. ما بيلعبش خالص. رحت المهم رحت خلاص واروح عادي ما فيش مشاكل، واصلا انا عارف ان انا مش هلعب بس انا ايه متقيد معاهم في الايه طبعا في اللي معايا طلع لي كارنيه ان انا موجود بلعب معاهم. لقيت الجماهير بقى عملت دوشه، الجماهير عملت حاجه جامده جدا. عايزين صبري يكون موجود، عايزين نشوف صبري لازم بقى، وكلموا رئيس النادي وازاي ده مش موجود معانا ده مش متقيد زي ما بيلعبش وبتاع لازم نشوفه بتاع الحاجات دي كلها. راح طبعا المدير الفني قعد معايا ورئيس النادي قال لي انت الماتش الجاي هتقعد. قعدت احتياطي ماتش بقى قاعد بقى كده لقيت جايب جماهير بقى بتدعي قالوا لي ايه بيشجعوني يعني اقول لهم سخن. رحت نازل بقى كسبنا الماتش ده قلبت الدنيا قلبت الدنيا. من ساعتها بعد الماتش ده لقيت لقيت بقى جماهير بقى يعني شالوني ومش مصدقين بقى وانا اصلا مبسوط جدا طبعا حاجه جميله. المهم راح بعد ما خلص الماتش لقيت رئيس النادي بيكلمني قال لي احنا عايزين نعمل معاك عقد سنتين. قلت له الكلام ده ايه اختلف خالص بقى احنا انت حضرتك يعني لو انت عارف ان انا راجع النادي الاهلي. قال لي قلت له طب وكابتن صالح؟ قال لي انت اتكلم كابتن صالح. قلت له انا مين؟ انا اتكلم كابتن صالح. قال لي لا قال لي قال لي كلمه احنا تعمل معانا عقد سنة. الصراحه يعني كلمت كابتن صالح هناك قلت له بكلمه طبعا قال لي انا اتفرجت على الماتش ساعتها وكان هو في النمسا. قلت له قال لي لا 100 كويس وبتاع. قلت له يا كابتن دلوقتي في حاجه حصلت دلوقتي ليد النادي عايز يعمل معايا عقد سنتين. قال لي انت راح بيت كابتن صالح بيقول لي انت عايز ايه؟ قلت له يا كابتن نفسي اجرب الايه التجربه دي ان انا اكملها. قال لي خلاص انا مسافر مراجع تاني مصر وخلي بعد يومين احجز التذكره وجيب رئيس النادي وتعالى لي على النادي الاهلي. وفعلا رحت مكلم رئيس النادي حجزنا التذكره كابتن صالح سافر بعدها بيومين رايحين على النادي الاهلي. كابتن صالح بقى ايه بقى ابتدى يعمل ايه قاعد على الترابيزه كان هو ايه وكيل اعمالي. جميل معك صلاح جميل يعني بيتكلم قال دلوقتي طبعا ايه فين الشيك بتاع النادي الاهلي بحيث الفتره المعاشه ياخد حق النادي الاهلي. خد الفلوس للنادي الاهلي خد حقه. قال دلوقتي انا المفوض لكابتن عبد الستار صبري هتعملوا ايه معاه؟ ايه العقد العقود ازاي؟ طبعا كابتن صلاح بقى بيعمل لي العقد بتاعي عمل حاجات جامده جدا يعني عاد ما يخرجش الميه انا مش مصدق. كنت قاعد بقى ايه وقال لي ايه النادي الاهلي ده بيتك في اي وقت في اي وقت ترجع بتاع الحاجات دي كلها. كنت بقى ساعتها بقى رحت بقى نادي ترول هناك بقى وبيت بقى كل كل ماتش اكلم الكابتن صالح. ساعتها في الفتره اللي ما تعب فيها رحت سافرت ترول لندن طبعا قاعد بقى هناك بقى يعني ابتدى بقى ايه كل شويه حتى يعني في نادي ترول من خلال الفتره